ايوه لا بالراحه يا اللي على الباب، مش هنطير. مساء الخير يا عمتي. نعم، انت جايه هنا بنهي وش ده؟ بدل ما تدخليني وتقولي لي تشربي ايه يا اختي، جايباهم منين يا بيت؟ هما ايه دول؟ البجاحه والبرود وقله الدم. طب دخليني الاول يا عمتي وشربيني حاجه، قولي لي مبروك يا عروسه، بعد كده هزقيني براحتك. مبروك؟ ابارك لك على ايه؟ على جوازتك اللي جت على جثه امك وعمر اخوك اللي هيروح هدر في حبسته؟ ولا على مرات اخوك اللي انت رميتيها في الشارع هي واللي في بطنها؟ ولا على جوزك ابن الكلب اللي غواكي وخلاكي تزوري وتسرقي حق اخوكي ومراته؟ قولي لي يا حبيبتي، قولي لي ابارك لك على ايه؟ وانا من الشبشبي ده لشبشبي ده. هو انت شايفاني وحشه قوي كده يا عمتي؟ انا مش شايفاكي اصلا. سماح بنت اخويا ماتت، عمر ما في حد في عيلتنا ولا من دمنا عمل اللي انت عملتيه ده. نعم، عايزه ايه بقى؟ دي مالت دماغك بقى من ناحيتي؟ والله عيب عليك يا عمتي، عيب عليك اما تصدقي مرات ايوب الغريبه وما تسمعيش حتى انا من لحمك ومن دمك. امشي بره يا زباله يا ازبل من شال اسم عيلتنا، بره. طب اقول لك على حاجه، انا اساسا جايه النهارده مخصوص عشان اطيب خاطر رغده بكلمتين، عشان تعرفي بس ان مصارين بطني بتتعاد. ورغده يا حبيبتي، لا عايزه تشوف وشك ولا عايزه تسمع منك كلام. استني يا خالتي استني. سيبيها اما نشوف جايه تقولي لمرات ايوب الغريبه. انا برضو بنت اصول، ما بقفلش بابي في وش حد. اتفضلي يا اختي، ارمي الكلمتين اللي في عيبك على انفراد. معلش يا عمتي يعني متأخذنيش، انا عايزه ابقى معاها براحتي يعني. بعد اذنك بس انا هاخدها على جنب نتكلم كلمتين اذا ما كانش يضايقك. ماشي، اما نشوف اخرتها معاكي. خشي يا اختي انت وهي هنا. خشي يا اختي. بجاحة